أعزائي المشاهدين، زي ما انتم شايفين بقى طبعا غريب على الشعب المصري ان هو يركب مع سواق تاكسي ويلاقي سواق التاكسي عامل اللوك اللي انا عامله ده، وربنا يستر علينا في اللي احنا فيه بقى. ده الكاركتر ده صعب صعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والجمال عليكم. انت واحد الاول ولا واحدة ولا يا عم في مالك؟ انت ايه الشنب ده كله مش مال عينك ولا ايه؟ لا بس اللي انت عامله كده اصلا يعني ايه اللي في ايه؟ حرية شخصية، حرية شخصية. لا 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 نعم. اللي انت بتعمله ده يا عم في ايه؟ بعمل اللي انا عايزه. انت مش عايز تروح مشوارك؟ ما انت تفهمنا بس الرقص اللي انت فيه ده، انت واحد ولا واحدة ولا لو سمحت حضرتك ممكن تركز يعني اللي انت قاعد معاها؟ انا هوصلك مشوارك. خلاص بقى خلاص، انا على فكره سكتت خلاص. لا 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 انت يا استاذ يا قمر. اللي يا قمر هو حضرتك بجد؟ لا انا بهزار. بهزار؟ اه انت بتضحك على ايه؟ انا شايف شكله عامل ايه؟ والله اللي هو بيعمله ده. ثواني ثواني، معايا تليفون بس. الو، ايه في ايه؟ كوكي اتجوز ميشو؟ الحيوان انت اكيد بتهزر. طب ممكن بقى تبلغوا ان انا هرجع اقابل توتو تاني؟ انا هقابل توتو، هقابل توتو، هعدي ياخده دلوقتي، هو كان بيضايقه. اوكي ماشي، يلا باي باي. حيوان، ممكن ابقى اخد حد في الطريق من فضلك؟ لا بس احنا واخدين التاكسي مخصوص يعني. يا حبيبي اوكي، ما قلتش حاجه، خلاص هبقى اخده في الطريق بقى لو قابلته. انت شكلك مش غريب عليا على فكره. انا من شبرا. يا لهوي يا لهوي، بعشق شبرا واهل شبرا. ما تخليك في حالك ولا في حالك انت، انت حضرتك هو في حاجه؟ انا مش، انا على فكره انا مش فاهمه. مش فاهمه انا ايه؟ مش عارفه اصلا حضرتك واحد ولا واحده. يا لهوي ولا يا لهوي شكلك ايه؟ طب لو سمحت بص قدامك ما تبصلوش. انت بصيت له ليه او بصت له ليه اصلا؟ مش انا بصيت له ايه؟ اصلا حضرتك واحد ولا واحده؟ ركزي بقى في نفسك بقى، مالك فيكي ايه؟ قولي انت، قولي مالك، مالك انت نفسك ولا منك انت؟ اللي انت بتعمليه ده مالك؟ غيرانه غيرانه من جوه. انت ايه مش شايف نفسك؟ انا شايف ان انا غيرانه. بليز لو سمحت بص قدامك، ايه خلي ايدك قدامك؟ ايدك ولا ايدك؟ اللي انت بتعمليه ده ولا اللي انت بتعمله؟ ان انت ما مش بقلك ولا انت ولا انت. محدش كلمك، خليكي في حالك. ما تعمليش بس بايدك كده ولا بايدك كده، روحي احلق الشنب اللي في وشك دي ولا في وشك. وشك اه، خليك انت كده من جوه. والله انا مش عارفه انت واد ولا بت ولا مش عارفه انت واد ولا بت. خليك انت كده. بقى قصر قصر بقى عم الحاج، خليك في طريقك. اقسم بالله انا عشانك اعمل اي حاجه. لمي نفسك يا بابا، انت خليك في قدامك. انت مش شايف بيعمل ازاي؟ انت مش شايف؟ لا ده متخلف. لا لو سمحت، هو قال لي لو سمحت ما تعمليش كده. لو سمحتي بقول لك ايه، شفتي دي؟ بقول لك ايه، شفتي دي؟ طب شفتي دي؟ انا نفسي مش عارف، انا مش عارف انت سواق تاكسي ازاي اصلا. المفروض انا مش فاهماك بصراحه. سواق تاكسي والله ده اخر. سواق تاكسي ما تعقلي شويه ولا اعقل ولا ايه اللي انت فيه ده؟ بس ما تردش عليا. انت من ساعه ما ركبت وانت عينك ما غابتش عني في المرايه، مش عايز اتكلم قدامك. حر يا اخي الرجاله ولا حر النسوان حتى؟ اه ايه ده؟ كرسي إيه؟ سخن قوي. الف سلامة عليك انت والكرسي. لا لولا بس الواحد مستعجل كان نزل. يا ريتك تنزل، عايزك تركب تفضل راكب. طب غوري بس ولا غوري بقى على الصبح؟ لا لسانك. اوه انا قاعد ياخد صاحبي يا قمر. تعالى تعالى. مش عارف انا طب ما بتردش عليا ليه؟ وحشتني قلبي قوي. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. ما تسالنيش عليا ليه؟ بسأل والله، بقالي 3 ايام شغال وطالع. طب لو سمحت احنا عايزين ننزل. نعم يا فندم. عايزين ننزل. مش هتنزلي. هو ايه خلاص بس بس هو انت مالك محروقه ليه؟ هو انت محروقه؟ انت مش قاعده مع، مش قاعده مع صاحبك. ما تسيبيني مع صاحبي. خلاص صاحبك. قله ادب. انت عايزه ايه؟ ايه ده اللي ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ انت مش فاهم. اقسم بالله ده ياكلكم. في ايه مال؟ ده ياكلكم. في ايه مال؟ انت عارفه، انت عارفه ده مشهور عندهم في المنطقه؟ ده اسمه عبد الونش. طب بص يا يعني يرفع اي حاجه. ده عبد الونش. ربنا يبارك لك حبيبي يا وانش. قلبي قلبي. طب نزلنا عملت ايه؟ لا طبعا مش هتنزلنا. انت بتعمل كده ليه؟ جبت لي فلوس؟ قلت لك والله.
تلات بقول لك احنا عايزين ننزل ثواني بعد اذنك بس ثواني طيب ثواني بقول لك اسكتي خلاص 3 ايام شغال لما اتطحنت عشان خاطرك انا عايزك النهارده بقى تروح تتمرن تتمرن واخرب الدنيا لا بس ما تغيبش عليا بالليل يا اسطى يا اسطى لا انت على فكره في واحده ست راكبه في العربيه كده ايه بتكلم عادي يا عماد اسكت كده غلط اسكت خالص ما ينفعش اللي انتوا فيه اسكت خالص بقول لك ايه الونش يرفعك ويرفعك انت ارفع مين بالله الونش يرفعك ارفعك انت وارفع اللي زيك ولا اللي زيك الونش يرفعك ارفع حالك انت عندنا انا نشاك انتوا الاثنين نصين انت بق تشق يا بق طب ايه ده بس ايه ده بس بص قدامك انا بس بص يا عم الحاج ده بص البنت بص البنت دبلانه ازاي بص صاحبته دبلانه خالص صاحبته دبلانه دبلانه انت مش زلالها زلالها والله ستة وكمان متكادة شايف اليانسون ايه اللي في الادب شايف اليانسون شتة وكمان احنا عايزين شايف اليانسون شتة وكمان يا عم انت وال شتة وكمان هو فاكر هو في شقه هو ايدك هو عينك هو اللي ايه اقف على جنب اللي بالك هكسرها لكم انتوا الاثنين اكسر ايه نزلنا بعد اكسر ولا يعني انا عايزك تكسر قلنا ان احنا نزيع الحلقه اه طبعا ممكن نزيع ممكن استاذ ناخد منها احنا لو هنزعل زعل عشان خاطر الونش والله اعزائي المشاهدين ودلوقتي احنا في الكريزي تاكسي ونازلين بندور على ضحيه جديده يا صباح الورد والهنا والسعادة على وين في الدق إن شاء الله يا ست الكل؟ أول الدق كبسة شارع مصدق؟ بإذن الله ما شاء الله تبارك الخلاق والله العظيم قمر إيش تقولين؟ قول في سواق تاكسي خليجي ولا؟ عندك حق طبعا سؤال في محله والله العظيم ولكن أقول لك على شغلة أنا هواية عندي أنزل مصر أركب التاكسي لأن أنا مرة أعشق المصريين والله العظيم ليش حبيبتي والله العظيم أعشق المصريين أسمع قصصهم حكاياتهم رواياتهم حاجة والله العظيم تجنن أقسم بالله بنت حضرتك هذه ولا أختك الصغيرة لا والله ما يبان عليها بنتك وأنت ما يبان عليكي هذه من في السواقة من أنا في يعني لا إله إلا الله العظيم أقول لك على حاجة ما ينفع أشوف حاجة جميلة وما أعبر عنها إن ربنا أقول لك إن الله جميل يحب الجمال خلاص ماشي هذا كلمة تتقال أيوة خليك بقى في السواقة أنا في السواقة يا قمر تبون تسمعوني أغاني خليجي براحتك أنت حر لا أقول لك شعر خليجي تمام ايوه بقول لك شعري انت يا قمر انت عسل ايه بالظبط انت عايز ايه والله كل خير والله انا عايز يعني ايش يعني. انا عندي مشكله صغيره انا كنت متجوز ام عبد الله لسه مطلق والله العظيم ابي اتزوج ما عندناش حد ليش والقمر هذه متزوجه لا مش متجوزه بس مش هتجوزها واحد ثاني ليش حبيبتي مالها خليجي اهو لا اله الا الله شوفي المهر اللي تطلبينه شكرين. اقسم بالله اقول لك شوفي انت اي حاجه تبغيها اقسم بالله انا ما بشتريش بفلوس ما حدش بيشترينا بالفلوس احنا معانا فلوس فلوس ايه انت معاكم فلوس انت مصريين غلابه احنا مش غلابه فلوس ايه يا ام فلوس بس بس كلي تمر كلي تمر لا شكرا كلي تمر كلي يا شيخه كلي ما معاك تجيبي تمر خذي اه ليه يا اخوي خذي 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 هذا التمر اللي خذي غاليه لا 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 اوعي تمد ايدك على التوب هذا بثمن بثمن بيتك والله العظيم اسمعك شعر انت تبين لا مش عايز اسمع حاجه تعال يا قمر معاي انا اركب الهامر وديني الواتساب احسن انا قلبي ذيب اقسم بالله العظيم انت خفيف قوي 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 مصفف دمك
قوي على رأي المصريين قوي والله ابدا والله ابدا إيه؟ انت حاقده مصريه حاقده لا تحتدين. انا مش حاقده حاقدين والله لا احنا مش حاقدين انت حاقدين احنا احسن من اي حد بس البنت تضحك زي قمر هذه والله العظيم تضحك على ايه تضحك معجبه تضحك والله معجبه فيني والله على ايه يعني معجبه بيك ايه شاب قمور والله العظيم وعالي انت تحتدين اوعيدك مصريه اوعي غلبانه اوعيدك انت غلبانه اوعيدك ما تمدين ايدك انت عيب انت عيب عيب, عيب عليك ايه وعلى عيب انتوا مصريين عبد تعبدون الدولارات دولارات ايه تعبدون الفلوس احنا اللي بنعبد الفلوس انتوا تعبدون كل عيب عليك يا حلوين تبشر ايه ولا تعبد ولا ايه ابش عيب مالك بس عيب ايه اللي عيب دي اوعيدك اوعيدك يا مصرية غلبانة جعانة مين يا غلبانة انت مصرية غلبانة جعانة انتوا عالم زبالة عيب زبالة اقسم كلي زقة روحي ولا غوري ولا انت مصرية غوري انت تخورك احترم نفسك بقولك اقسم بالله بقولك ايه انت عايز ايه لا اله الا الله وربنا بص انت لا فرج عليك ام لا اله الا الله والله العظيم اوديك انت ايه مالك اوعى بقى انت عايز ايه انت عايز ايه بالظبط اترك التوب هذا التوب يغتم من بيتك بس يا اخويا انت غلبانه والله انت اللي غلبانه احترم نفسك انت اللي احترم مصري يا غلبان مصري مصري سامع ولا مش سامع ايوه سامع ولا مش سامع اوديك ورا الشمس انا بقول لك اهو اوديك ورا الشمس سلك انت بوقك والكاتم كاتم ايوه كاتم اوعى سامع ولا مش سامع لا اله الا الله انا بقول لك وبنبهك ايش تفعلين انت والله ما قف بالعربي وقف العربيه شيء والله يا حاقده انزل انت حاقده انت ابو عطار ابو عطار ابو عطار بوس يا ولد بوس يا ولد بوس بوس قول له بس وعيدك انت لا في نزلك في الباب يا ولد يا بهلول عيد عيد ابو عطار يا بهلول اركب يا بهلول عديتها يا بهلول بهلول تبي اقعد يسكت تبي تبي تلعب اللعبه بتاعت ليلى احسن فنان ابو عطار احسن انسان ابو عطار احسن فنان ابو عطار اعزائي المشاهدين دلوقتي احنا نازلين ناخد ضحية تانية كريزي تاكسي كوبري خشب اتفضل اتفضل يا باشا ممكن يا مطرويس فين يا باشا في كوبري خشب كوبري خشب عند مقهر كده يا باشا تحت عمرك يا باشا صباح الفل يا رجالة الناس هنا الحمد لله عرفاني على الصحة وعلى الجلعة وعلى الجد وعلى السخانة ده منين يا باشا؟ مبروك يا عم أحسن ناس يا عم مبروك علينا يا عم في أنت يا عم أنا مش عارف يا عم غرفة ده يا عم امشي غرفة ده يا امشي وعالم مفيش حد بقى بيستحمل حد نعم يا اسطى لا لا يا عم مالك يا عم ما انا ماشي ضارب ايه انت ضارب يا عم ما توحد الله مالك يا عم موحد الله مالك انت في ايه بس كده ضارب وانت طب ما تاخد بالك من كلامك وحاسب على اللي بيقع منك يا صاحبي مالك بس في طب ايه طيب ايه يا صاحبي دي ولا ايه يا عم غير فني ده انت بقول للراجل اللي داخل يتكسر عليا يا اسطى مش هعرف ادعي يا عم
باشا نوم عليك. اخرب بيت ام الاستروكس. خفيف انت على فكره من اول ما ركبت خلي بالك انت مزاولني في حياتي. انا مزاولك؟ اه والله. تبع مين انت؟ تبع مين؟ اه تبع انت تبع الواد عبده مستورو طلع باين عليك. اه عبده مستورو. اه ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه ده يا اسطى؟ معاك يا صاحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اسطى تقول لي اركب ولا ما اركبش؟ يا عم الراجل اهو شكله تعبان يا عم على طريقنا. مالك؟ هو يوم اسود باين عليه. يا عم اسود ليه يا عم؟ بتسود النهار ليه؟ ليه بتسود النهار؟ يا عم في ايه يا عم؟ بتسود علينا النهار ليه يا عم؟ ايه يا عم ده؟ واحدة واحدة بس. ايه ده يا عم؟ انتوا برشمين بقى. توحدوا الله كده واتكوا على الصبر. شغل بقى برشام بقى ولا حقوق ولا ستروكس ولا ايه؟ تعبان يا صاحبي. خد يا صاحبي خد يا صاحبي. انا مسا عليك. اهلا مسا اهو. بقول لك يا صاحبي ولا ممكن تضرب لي الحدتين دول يا عم؟ يا عم طب اليوم المنيل اللي مش معدي ده. انت جنب حرامية بقى وبرشمجية يا عم. ولا انت من اول ما انت مزوجني ده يا عم؟ بلا اهو بلا ابوه بلا اهو. قال انت بتزغط في الوش. انت عبيط يا انت؟ هو انت بتزغط في الوش ولا ايه؟ انت شكلك سارقين التاكسي. لا ايه هو يا عم؟ اتقل عليا بقى. اتقل هتعمل ايه يا عم؟ اتقل عليا بقى. انا هشوفك بالمعظمة دي. معظمة ايه؟ بالمعظمة يا عيال يا عشوك بالمعزمه. انا جبتك ده. انا بقول لك دكرور ياد. انا بقول لك دكرور ياد. ايه ده؟ شارع مصر يا ابني. ايه ده بس يا ابني؟ اقعد اسمع الكلام. اسمع ايه يا عم؟ بوش اسمع الكلام. اسمع الكلام بس. ايه ده؟ بس 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 بس. اتقل بقى. اتقل بس. لا 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 ما تقلقش. اوعى دي. هي دي اللي انا عايزها. هي دي. طب اقول لك على حاجه. سيبك من دي خلاص. اوعى. افتح الباب ده. حاجه مفيش فتح باب انت. يعني ايه مفيش فتح باب؟ انت راجل برنس صعب. لا يا ابو اوعى بس ايدك دي كده. بالاستروكس. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بس انا نفسي نانسي. انت فين يا نانسي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا كنا بنهزر. احنا كنا بس 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 احنا بنهزر معاك. تقول لنا نزيع ولا ما نزيعش؟ لا زيع.